إذن بدنا نختم ملفاتنا اليوم مع الضفة الغربية وتواصل تصعيد الاحتلال المستمر يعني الحقيقة في اعتقال الناشطين والناشطات على وجه التحديد. خلينا نتابع هذا التقرير لمراسلنا في الضفة محمد الأطرش حول هذا الموضوع. نتابع. القصة من هنا بدأت. اعتقال عضو مجلس بلد الخليل سوزان العويوي من منزلها في 5 حزيران هذا العام. سوزان الصحفية والناشطة المحلية اقتادها الاحتلال إلى تحقيق عسقلان لتخضع لتحقيق قاسٍ منعها الاحتلال فيه من رؤية زوجها وأبنائها وأبعدها عنهم. مشهد الاقتياد هذا تكرر مع امرأة أخرى صفاء أبو سنينة ناشطة نسوية اقتحم الاحتلال منزلها واعتقلها من بين أبنائها لتكون المعتقلة الثانية. محامون دي الأسير أكدوا أنها تعرضت لتعذيب جسدي ونفسي خلال تحقيق مكثف استمر لأكثر من شهر داخل أقبية عسقلان سيء الصيت والسمعة. هذه دينا السعيد زوجة الشهيد القسامي نشأة الكرمي الذي استشهد قبل 8 أعوام. اعتقلها الاحتلال إلى جانب سوزان وصفاء لتتحول حالة الاعتقال إلى ظاهرة لم تقتصر عند 2 بل تمددت لتصل أيضا إلى الكاتبة السياسية لما خاطر. فعلى هذه الصورة استيقظ الفلسطينيون. الطفل يحيى يعانق والدته في مشهد قديم جديد امتزجت به الكاتبة السياسية صاحبة المواقف الحاسمة لما خاطر بالأم الفلسطينية التي عانقت نجلها الرضيع قبل أن تفارقه معتقلة في السجون الإسرائيلية. ظهرت لما في تقارير تلفزيونية أثناء وجودها داخل محكمة الاحتلال وقد بدا عليها التعب والمشقة، لكنها ظلت حتى تلك اللحظة ترفع صوتها الحاسم حتى في وجه القضاء الإسرائيلي وتقول أنا معتقلة على ذمة رأيي وفكري السياسي. لما ودينا وصفاء وسوزان أمهات فلسطينيات نشطن في قضيتهن فكانت السجون مكانهن، فضلنا ذلك المكان على عتمة السكوت وإن كانت ضريبته باهظة الثمن. إذن مشاهدينا هذا هو جزء من قصة الناشطات الفلسطينيات اللواتي تعرضن لهذه الاعتقالات من قبل قوات الاحتلال، ولكن للأسف لا يتم الحديث عنهم بالشكل الكافي وبالشكل الذي يعني يستحقونه، لأنه هؤلاء الأمهات أمهات فلسطين حقيقة. من وشفنا يعني قصة لما وكيف ودعت طفلها ثم يعني ذهبت مع قوات الاحتلال، وشفناها في المحاكمة الحقيقة كصورة للأم الفلسطينية التي تودع أطفالها لتؤدي واجبها في مقاومة هذا المحتل، ولو أدى ذلك لاعتقالها ولزجها في سجون الاحتلال. اسمحوا لنا أن نرحب الآن بزوج الكاتبة الأسيرة لما خاطر الأستاذ حازم الفاخوري. أستاذ حازم مساء الخير. مساء النور، حياك الله أخي. تحياتي لك أستاذ حازم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجزيكم كل الخير وأن يعوضكم عن فقدان زوجتكم الأخت لمى التي الحقيقة كل الأحرار في هذه الأمة وفي العالم بل يفتخروا بها ويفتخروا بأنها تضحي من أجل قضيتها ومن أجل وطنها ولو كان ذلك على حساب زوجها وعلى حساب أبنائها. حابين يعني طمنا بداية، إيش آخر أخبار الأخت لمى؟ حقيقة في البداية يعني بوركتم وبارك الله فيكم، يعني وأنا أشكر كل من وقف معنا هذه الوقفة وتضامن معنا. أم أسامة لا زالت في التحقيق، هي في تحقيق عسقلان المعروف عنه بالشدة. أم أسامة طبعا حتى الآن صامدة، بالأمس زارها المحامي ويعني طمننا عليها، هي بصحة جيدة، هي يعني لم تعترف بأي شيء. هي أم أسامة يعني لا زالت يعني على موقفها من يوم أن أخذوها. حقيقة وإيش التهم الموجهة لها أبو أسامة؟ يعني حتى الآن الاحتلال لم يخرج يعني لم يطلعنا على قضية التحقيق، ولكن يعني كما سمعنا يعني من كلمات أم أسامة في المحكمة، هي في المحكمة قالت للقاضي أنتم يعني
قلتم لي والمحقق قال لي بالحرف الواحد أن كتاباتك وكلماتك أخطر على إسرائيل من العمليات الاستشهادية. أنتم تحاسبوني على أفكاري، أنتم تحاسبوني على كتاباتي وأنا معتقلة سياسية. فيعني يبدو من خلال هذا الكلام أنهم يعني يحققون معها على كتاباتها وعلى أفكارها وعلى مواقفها. معظم كتابات الأخت أم أسامة تنشرها بكتب مطبوعة أم على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هي في الحقيقة أم أسامة لا يعني كانت تشارك تكتب في عدة صحف، يعني من صحيفة فلسطين كتبت فيها لفترة طويلة، أم أسامة كتبت في صحيفة في مجلة فلسطين المسلمة. أم أسامة تكتب يعني جميع كتاباتها تنشر على الفيسبوك غالبا وعلى الانترنت يعني بشكل عام. وهي مدونة معروفة في شبكة الجزيرة أيضا. يعني بالإضافة إلى يعني غير كتاباتها، أسامة يعني امرأة فاعلة وعملية، يعني كانت تخرج في وقفات مع المظلومين ومع المقهورين. يعني شوارع الخليل تشهد لها، شوارع الضفة الغربية كلها تشهد لها. أسامة تعرضت للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية عند وقفتها في ضد الاعتقال السياسي. يعني الكل يشهد لهم أسامة مواقفها وتحركاتها. وهذا طبعا يزعجهم ويزعج الاحتلال طبعا، هذا شيء أكيد. وهذا الإزعاج إن شاء الله أنه سيكتب، يعني سيكتب ويؤرخ ويحسب لأم أسامة ولأبو أسامة الذي يقف معها. ما كنت خايف عليها في كتاباتها؟ ما كنت تحكي لها يعني بلاش أم أسامة هالمرة، خلينا نهدي شوي كذا؟ لا في الحقيقة لا، ولا مرة طبعا. أنا يعني أعرف، أنا تعرضت للاعتقال أكثر من مرة. أنا قبل 5 شهور كنت معتقل عند أحد الأجهزة الأمنية في الخليل، وكان التهديدات التي توجه لي هي نفس التهديدات التي وجهها لي ضابط المخابرات الإسرائيلي حول كتابات أسامة، وكان يقول لي بالحرف الواحد نحن ممكن أن نعتقلها لمدة 17 شهر بتهمة التحريض، والقانون يسمح لنا بذلك. وأنا طبعا كنت أقول لهم إن أسامة هي حرة في فكرها وحرة في رأيها، تكتب ما تراه مناسبا. ويعني كنا متفاهمين على هذا الحكي الكلام أنا وأم أسامة. وأنا أؤيدها طبعا حقيقة، يعني ليس فقط أني متفاهم كلام، لا هي يعني كنت كل كلمة هي تكتبها أنا أؤيدها فيها، لأن نحن يعني نعيش في تحت احتلال، نعيش في ظلم، نعيش في قهر. المحتل يعني لا يتورع عن قتل الأطفال وقتل النساء وقتل الشيوخ، فكيف باعتقالهم؟ يعني هذا يعني يعتبره بديهي، شيء بديهي. فالحمد لله رب العالمين، يعني نحتفظ عند الله. العائلة المقاومة، شو أخبار أسامة؟ هو أسامة اللي في الصورة كان يحيى، هو لا في الصورة يحيى، نحن يحيى. أسامة يعني كبير في العمر، يعني نعم هو يحيى الصغير. يحيى الصغير عندما أتى الاحتلال إلى البيت ليعتقلوا أمه خرج، ويعني كان يظن أنه سيذهب معها. نحن قصة يحيى هي من قبل عامين، يعني قبل عامين أتوا الاحتلال إلى البيت لاعتقال أم أسامة، وكان الطفل يحيى عمره في ذلك الوقت 2 شهر. طبعا بطبيعة صغر سنه وحسب القوانين المعمولة لدى الاحتلال أن الأم إذا كان طفلها عمره أقل من 2 عامين يمكنها اصطحابها معه للسجن. ففي هذه الحالة حولوا الاعتقال إلى مقابلات، وكنت أنا دائما يعني استدعى لدى المخابرات الإسرائيلية، وكان كل الكلام والمقابلات حول أسامة وكتاباتها. حتى أن ضابط المخابرات كان يقول لي بالحرف الواحد أنا بقول لك اقطع النت عن البيت وريح راسك. يعني لدرجة يعني تخيل أنت الوضوح في تكميم الأفواه. نعم. يحيى الصغير هو حاليا يعني يعيش بين إخوانه وأخواته. أنا لدي طبعا ابنة عمرها 18 عام، هي يعني ترعى البيت، ويعني وهذا أمر الله طبعا، ونحن متحملون وصابرون إن شاء الله. يا سيدي إن شاء الله كل هذا في ميزان حسناتكم، ونحن الحقيقة فعلا فخورين فيكم وفي هذه العائلة. نسأل سبحانه وتعالى أن يعوضكم خيرا في الدنيا والآخرة، ونفرح قريبا إن شاء الله بعودة حرية أم أسامة، ونتواصل معكم إن شاء الله. شكرا والاحترام، تحياتنا لكل الأولاد أيضا والعائلة هذه المقاومة. شكرا جزيلا لأبو أسامة الأخ حازم الفخوري زوج الكاتبة الأسيرة لما خاطر، شكرا جزيلا لك. ومع هذا الاتصال ومع هذه القضية اللي الحقيقة يعني لها مدلولاتها، ولا أريد أن أقارن الأخت لما بغيرها ممن أثيرت يعني عليه يعني
حديث كثير، وكل وسائل الإعلام يمكن في العالم تحدثت، أنا حكيت عن هذا الموضوع في حلقات سابقة، ولكن تستحق الحقيقة لما خاطر اهتمام منا، وتستحق أن ننشر قضيتها أكثر وأكثر ونتحدث عنها، وأن ننشر قضية وقصة هذه العائلة، عائلة الخاطر أبو أسامة وأم أسامة الفخوري، الأخ حازم الفخوري، يعني الحقيقة وأولادهم كيف هم يعني يتعرضوا للضغوط الأمنية. لماذا؟ بسبب القلم، بسبب كتابات الأخت لما خاطر التي تزعج الكيان الصهيوني وتؤلمهم أكثر من أي شيء آخر، وهذا يؤكد على أهمية القلم وعلى أهمية التعبير واستثمار هذا النوع من أنواع المقاومة. وصلنا لختام حلقتنا إذن مشاهدينا الكرام، شاكرين لكم دائما على وفائكم وحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.